اسم على القبور، ولا بنيان ولا قبر ولا رخام ولا درع شجر ولا قرآن ولا فاتحة. أي بناء على أي قبر يهدم المسجد ولا تجوز الصلاة فيه؟ لا يجوز أبدا أن تبنى المساجد على القبور. والله إذا قلت أن الصلاة في مسجد سيدنا الحسين باطلة، عليك أن تقول صلاة المسلمين طول الزمان دي باطلة. في سيدنا الحسين مدفون وبني عليه جامع. يقول لهم بقى روحوا اديهم القبر بتاع النبي، فإن قيل خصوصيا للنبي تقول له لا، أبو بكر مدفون فيها وعمر، ونصلي في الصفة والقبر أمامنا، ونصلي في الروضة والقبر على يسارنا، ونصلي في منزل الوحي والقبر عن يميننا، ونصلي في المواجهة والقبر خلفنا. إذا القبرية لا دخل لها. فيما بينهم يحتدم الجدل ما بين رافض ومؤيد، والفاجعة واحدة. وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ولم ينكرها الله. ولذلك نحن لا بد وسنسعى كل من يتمكن لإعادة بناء البيت. الثامن من شوال، عداء معلن مائز وجرح محمدي دائم الأثر. مرت قبل حفنة من السنين كانت ظروف قاهرة أوجدت فاجعة أخرى، وهي فاجعة هدم قبور البقيع. سائلنا الله سبحانه وتعالى أن يوفق المؤمنين أينما كانوا لإحياء أمر الأئمة الأطهار سلام الله عليهم، ومن جملته بناء القبور الطاهرة. بالتأكيد أن القصة لم تبدأ من هنا بل من هناك، حيث واجهوا الغرقد. بقيع الغرقد هو أشهر المقابر على مستوى العالم الإسلامي، وتعد المقبرة الرئيسة منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دفن فيها 10,000 صحابي، وفي مقدماتهم آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقع في الجهة الشرقية من المسجد النبوي الشريف، وتصل مساحتها الإجمالية إلى 180,000 متر مربع، وسميت ببقيع الغرقد نسبة إلى نبات العوسج. القبر اليوم يشكل رمزية ويشكل رجوع للأمة. اليوم الأمة ترجع لقبر رسول الله صلى الله عليه وآله، ترجع لقبور الأولياء والصالحين باعتبار هي بيت من بيوت الله. قبور العظماء في أي أمة من الأمم هي علامات يسترشدون بها لقيم ذلك العظيم، هذا يعني شيء معروف، فما بالك لو كان هذا العظيم هو نبي أو وصي نبي. طبعا واضح أن مقبرة البقيع تضم بالإضافة إلى المعصومين الأربعة أيضا صحابة وشخصيات عظيمة أخرى يتمثل تاريخ الإسلامي. لو أنت تجي تزيل معالم هذه القبور فأنت بالضبط أزلت العنصر المادي الدال على تلك الشخصيات، وهي طبعا من ناحية الاجتماعية أو الانثروبولوجية مسألة خطيرة جدا على أي أمة من الأمم، لأن هذا معناتها بداية لتخريب الذاكرة الجمعية لتلك الأمة. تضم مراقد الأئمة الأربعة المعصومين من أهل بيت النبوة والرسالة عليهم السلام، وهم الإمام الحسن المجتبى، والإمام علي زين العابدين، والإمام محمد الباقر، والإمام جعفر الصادق عليهم السلام، وكانوا تحت قبة واحدة، فضلا عن مدفن العباس عم النبي وقبة عماته صلى الله عليه وآله وسلم، وقبة بيت الأحزان للسيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، فضلا عن قباب كثيرة كقباب أزواج النبي وأولاده ومرضعته حليمة السعدية، وقباب فاطمة بنت أسد وزوج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب السيدة أم البنين عليهم السلام. طبيعة الحكم اللي كان آنذاك في الفترة اللي مضت اللي زامنت مع موضوع تهديم القبور، أكو تفاصيل سياسية معقدة حصلت، أنه موضوع إدارة الوضع الديني بيد مجموعة من الناس اللي هم السلفية الوهابية، وأن هم يتخذون قرارات دينية بمختلف شؤون الحياة،
وأي قرار يتخذوه كان واجب على السلطة الرسمية التنفيذ. جزء مهم من أيديولوجية هذه المجموعة هو تهديم القبور، وأن هذه القبور معابد شركية وثنية. بدأوا فترة طويلة يشيعون هذا الأمر بالناس، هيئوا الجو الثقافي الاجتماعي للأمة أن تتقبل هذا الأمر، وبقوا مجموعة قليلة اللي هم عقيدتهم سليمة في هذا الأمر، ويفهمون طبيعة تركيبة العتبات والمراقد أنها بيت من بيوت الله. وهالمجموعة واجهوا ووقفوا ضد من أراد التهديم، ولكن بالنتيجة بما أنه في سلطة حاكمة استطاعوا بالتعاون مع الجهة الوهابية استطاعوا أن ينفذوا هذا المشروع رغما على من يرضى ومن لا يرضى. أصدر فتوى، والفتوى كانت طبعا سورية، كانت الفتوى في شهر رمضان، الفتوى صدرت في 1344 حتى يبرر القضية. اللطيف أنه هذا اللي الناس اللي صدقت بالفتوى ما شغلت عقلها ولو لثواني حتى تتذكر أنه هاي القبور موجودة بزمن التابعين وبزمن تابعي التابعين وبزمن النبي صلى الله عليه وآله، كانت قبور لبعض الأنبياء موجودة أصلا، يعني مثلا قبر النبي يونس في العراق وغيرها من القبور موجودة، ليش النبي ما أزالها؟ ومعقولة أنا أصير ملكي أكثر من الملك؟ فهذا دلالة، يعني هو حقيقة خربوا قيم تسالم عليها الناس على مدى القرون، أنه مسألة وجود القبور على الأنبياء أو الصحابة أو التابعين هي مسألة طبيعية، ولو كانت مطبيعية أو حرام لأزالها النبي صلى الله عليه وآله، وكان أولى بغيره بالحكم الشرعي، أولى من غيره بالحكم الشرعي. لكن هو هذا الحقيقة الفتوى أو هاي الفتية حقيقة فضحت أصحابها أنهم ناس ما يشتغلون أصلا وفق التعاليم الإسلامية. إحنا ما نتكلم عن طائفة، نتكلم بشكل عام، والجامع لهاي الطوائف هو النبي صلى الله عليه وآله. بعد ما صار الهدم الأول صار أكو رأي عام عند الأمة، يعني هم حاولوا أن يجسون النبض، وهذا مبدأ سياسي يستعمله أغلب أصحاب الحكومات والطغاة، عادة يجسون النبض، أن يعتدي على فقيه، يعتدي على عالم، يعتدي على وجيه، وبعدها يشوف حركة الأمة وين تتجه. سكتوا يكمل مشروعه، ما سكتوا يعود من حيث بدأ بمبررات وأعذار واهية. اللي صار أجوا مجموعة من أدعياء العلم والسلفية والوهابية وصارت عملية الهدم الأولى. يعني الصحف كتبت، اللطيف أنه صحف الحجاز نفسها كانت يعني تكتب في هذا الموضوع، وأيضا طبعا صحف العراق ومصر وكثير من البلدان. لكن تدرون بعد هو الإعلام في ذاك الوقت محدود بأمور بسيطة اللي هي الصحف وما يسمى بالمنشورات اللي كانت يعني تلصق على الجدران ورقيا، وايضا مجال الاذاعات كان قليل جدا، اما التلفزيون تدرون انه اصلا ما كان اكو تلفزيون في ذاك الوقت. فصارت تغطيه اذا قارناها بذلك الزمن فهي كبيره جدا، اذا قارناها بهذا الزمن فهي لا تذكر، لانه هذا الزمن بادوات غير موجوده في ذاك الزمن اكيد، يعني فلذلك هي كافيه ذاك الزمن كانت. بقى هاي السنوات الى ان تجذرت اسس الدوله وتجذرت أسس الوهابية، يعني صارت الوهابية هي الحاكمة المطلقة في كل الحجاز، وحتى السلطة الحاكمة لا يستطيعون تغيير أي فتوى من فتاواهم. إذا اجتمعت هيئة العلماء أو ما شاكل ذلك شي يعبرون عنها، وقرروا أن يكون هذا الأمر الديني عام على كل الحجاز، فواجب الدولة التنفيذ. فإلى سنة 1344 التهديم الأخير صار قرار رسمي، بعد قرار رسمي ديني حكومي شعبي، لأنه هاي السنوات اللي مضت ثقفوا الناس على أن القبور هي معابد أوثان ومعابد شرك ويجب أن تزال. العالم الإسلامي يشهد تمزقاً واسع النطاق، تصاعد الاجتهادات والفتاوى المتطرفة رهاناً كان يحرك خيوط اللعبة من أجل تمزيق الجسد الإسلامي. وجدت هذه الحركات المتطرفة في الحكومات الناشئة في الحجاز فرصتها. اعتمدوا على رواية أنه النبي صلى الله عليه وآله أمرهم بتهديم القبور، كانوا العرب يبنون على قبورهم يعني هياكل ومشاكل فأمرهم بهدمها. هذه قاعدة عممت على كل قبر موجود، سواء إلى رمزية ما إلى رمزية، إلى عنوان ديني ما إلى عنوان ديني. هذه الرواية من الأساسية ضعيفة وقد تكون موضوعة، ما إلها يعني مقابل الأدلة الشرعية والموازين العلمية الدقيقة ما لها أي معنى صراحة عند الفريقين. الوهابية اعتمدوا عليها وأرادوا إزالة جميع القبور لأنهم يستشعرون بخطورة هذه القبور،
إذا كانت النظرية عندهم صحيحة فلماذا لم يهدموا قبر النبي صلى الله عليه وآله ويوجد بناء كامل على قبره؟ لماذا لم يجعلوه أرضا متساوية؟ إذن أكو لغط وأكو مشكلة كبيرة بأساس نظريتهم. إحنا أتباع أهل البيت، أتباع مدرسة أهل البيت، علماءنا يقولون لهم أي مشكلة شرعية لا توجد بالبناء على القبور أبدا. هناك أيضا يعني تناقض عملي إن صحت التسمية بين الفتوى وتطبيقاتها. إن قالوا أن البناء التهديم للقبور فيفترض أن قبر النبي صلى الله عليه وآله قبر ومعه ثلاثة من الخلفاء الأول والثاني والثالث، هذه قبور ومبني عليها بناء وقبة وحرم. فإن قالوا نهدم القبور هذه أولى لأنها أقدم وأهم، يعني قبر النبي أهم من كل قبور العالم بلا شك يعني. وإن قالوا أنه هذه تخرج باستثناء فلماذا تستهدف إذن القبور أئمة البيت؟ هل لأنهم من آل البيت؟ هل هذا هو وفاء للنبي وأجر لرسالته؟ نفجعه بآله بعد موتهم؟ سؤال غريب ومهم ويحتاج إجابات كبيرة. مر 99 عاما على هدم قبور بقيع الغرقد وتحويلها إلى مقبرة مهجورة، فمع تصاعد التيار الوهابي في شبه الجزيرة العربية وتحديدا في سنة 1220 للهجرة جرت أول عملية للهدم. وفي الثامن من شوال لسنة 1344 للهجرة الموافق للحادي والعشرين من نيسان أبريل لعام 1925 للميلاد جرت عملية الهدم الثانية للمشاهد المقدسة للأئمة الأطهار عليهم السلام وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد تعريضها للإهانة والتحقير بفتوى من معاضهم. هذه القبور هي مساجد لله وبيوت لله، وما أتصور اليوم واحد يجي يدخل إلى قبر أمير المؤمنين أو إلى قبر الحسين سلام الله عليه أو أي قبر من قبور أهل البيت ويدعوهم منفصلين عن الله. إحنا ندخل إلى هذه القبور ونعتقد أنهم أولياء لله وأن هذا المكان هو مسجد من مساجد الله، ندعو الله ببركات هؤلاء الأولياء الصالحين. هذه نظرية مدرسة أهل البيت. هذا الخلاف بين المدرستين. الإمام هو إمام، إن كان له صرح وإن كان قبوره مهدمة. الإمام الحسن لم ينقص من قيمته مثقال ذرة، بل ارتفع وعلى شأنه، حاله حال سائر الأئمة في قبور أئمة البقيع، الإمام السجاد الباقر الصادق عليه السلام. وإن شاء الله نشهد ويشهد العالم عادة هذا الصرح العظيم. جريمة هزت أركان العالم الإسلامي على مدى سنين طويلة كان فيها الشارع الإسلامي يغلي على صفيح من نار، جدل وردود أفعال كبيرة رأت فيها تغييبا متعمدا وفعلا مقصودا وانقلابا على تعاليم الدين الإسلامي. زوال المعلم أو الشاخص للحرم أو العتبة التي كانت فوق قبور أئمة البقيع، هذا كان يعني عامل سلبي كبير في أنه ما ممكن تتوثق إعلاميا أي حدث ممكن يصير بالأئمة البقيع، سواء كان زيارة ولادة أو زيارة استشهاد أو أي حدث آخر. المظلومية الثانية أنه الحدث، حدث التهديم حصل في سنة 1344 شوال، 8 شوال 1344، يعني نتكلم اليوم 100 سنة قمرية بالضبط تفصلنا عن ذاك الحدث، وحوالي 98 سنة شمسية. هذا الحدث يوم كانت الكاميرات قليلة جدا عند الخواص، بل وخواص الخواص، فهي مظلومية إعلامية لأنه ما ممكن كانت الشخص، يعني حتى عملية الهدم كان المفروض أنه توثق، ما توثقت. الفيديو كان أمر صعب، يعني لو افترضنا أنه هذا الحدث صاير بالقرن 21 حاليا الميلادي، لا الوضع يختلف، ممكن أكون هواتف نقالة وممكن كاميرات موجودة عند كثير من الناس، فهذا مظلومية أيضا أخرى أنه الحدث صار في وقت الكاميرات غير موجودة، صعب حصول عليها، موجودة بشكل قليل، ذلك للأسف مظلومية كانت هاي كبيرة في هذا المجال. والمشروع الوهابي التدميري للأمة الإسلامية، ألا توجد حضارة، ألا توجد معالم، ألا يوجد فكر سوى هذا الفكر التدميري. وأجل صورة من صور الوهابية السلفية داعش، اللي هم يعتمدون على فكر ابن تيمية، وهذا الفكر الوهابي المقيت اللي يسعى لقتل الأمة كلها من لم يؤمن بانتمائهم.
واجهت هذه الجريمة رفضاً علمائياً من رجال الدين في مختلف المذاهب والأديان، وتوالت ردود الأفعال الرافضة منذ 99 عاماً وحتى الآن. وسط مطالبات واسعة في ضرورة بناء قبور البقيع، إلا أن كل تلك المطالبات كانت تواجه بالرفض. طبعاً حتى أكون منصف، مو فقط علماء الشيعة، جميع علماء المسلمين من المذاهب الأخرى اعترضوا، لأن المراقد والعتبات مبنية في مصر، موجود رأس الحسين وموجودة السيدة نفيسة وموجود مراقد كثر، فمشروعهم كان هدم القبور في جميع البلدان. بعض البلدان وقفت بحائط الصد منهم ومنعتهم، فجميع أصحاب المذاهب لا يقبلون. الآن في العراق أبو حنيفة وغير أبو حنيفة مراقد محترمة تزورها الناس، ومن يعتقد بتلك القبور والمراكد، ولا يزورهم بعنوان الانفصال عن طاعة الله، لا لا، أنه مراكد أولياء لله مرتبطين بالله. فجميع علماء المسلمين لم يقبلوا سوى علماء الوهابية حصرا. علماء السنة نزلوا بيانات، وجميع علمائنا أيضا امتنعوا واعترضوا منذ ذلك الزمان إلى يومنا هذا، يطالبوهم بإعادة البناء على تلك القبور المقدسة. طبعا صدرت فتاوى من علماء الدين أكيد في العراق باعتباره عاصمة التشيع، كانوا ما زال أيضا في مصر بعض علماء الحجاز ممن كانوا أصلا ضد الفكرة، تدرون أنه عملية يعني الحدث اللي صار كانت الحجاز يعني في بدايات السيطرة الوهابية، فبعد موجودة الناس العلماء اللي نقدر نسميهم المعتدلين اللي هم بالمذهب مذاهب الكريمة الأخرى على مدرسة الصحابة. طبعا دول استنكروا لأن هذا خلاف السنة النبوية وخلاف العقل وخلاف المنطق أيضا، لأنه ما الداعي لهدم قبر لواحد من هالبيت وهو صحابي في نفس الوقت، يعني تدرون أنه في مدرسة الصحابة يعتبرون هالبيت أيضا صحابة في نفس الوقت، فهو حقيقة كان أكو رفض كبير. بس طبعا بالاستمرارية في هذه الأماكن قل الموضوع، بقى فقط الرفض يعني على مستوى الشعوب الأخرى. كل المعنيين من فقهاء من علماء أسيادنا علماءنا الكبار لم يألوا جهدا بهذا الموضوع وتحركوا بكل ما لديهم من إمكانيات. الموضوع كان المشكلة، كنا نسأل إحنا أصحاب قرار كثيرين، المشكلة سياسية. يعني اليوم الوهابية كانت مهيمنة على رأس الدولة أن تفرض إرادتها على الدولة. هل سنوات الأخيرة بدأت شوكتهم تقل، وهي الهيمنة تقل بسياسة دولة مختلفة، ولهذا أنا أقول يجب أن نستغل هذا المعنى ونطلب بإلحاح مطالب جماهيرية شعبية علمائية سياسية، نقابات جمعيات ما شاكل ذلك، كل بحسبه، وصناعة رأي دولي بهذا الموضوع. لم يكن الإعلام العربي والغربي ببعيد عن التفاعل مع تداعيات هذه الجريمة سنويا وانعكاساتها على المسلمين والسلم المجتمعي، بل كان صوت الفاجعة يتكرر في كل عام، وتفاعلت المؤسسات الإعلامية مع الحادثة سنويا عبر خطاب إعلامي عزائي يراه البعض مقنعا ويرى آخرون أننا بحاجة إلى مزيد من الجهد. أكو حركات أو تحركات لحركات إسلامية مهمة، في كل عام هناك وقفة، مطالبات شخصيات إسلامية كبيرة تطالب السلطة العليا في تلك البلدان لإعادة بناء قبور الأئمة المعصومين سلام الله عليهم من آل بيت رسول الله. الذوات التي هدمت قبورهم مو ناس عاديين أبدا. أنت إيش قد ما تسوي، يعني لو افترضنا الآن إحنا سوينا أفلام وسوينا وثائقيات وسوينا مقالات وربما مظاهرات سلمية تستنكر، هو هم يبقى إحنا قاصرين على النصر الحقيقي يعني لتقييم الحدث، لأن الحدث كبير والحدث كان أخطر ما به ومحو الذاكرة الجمعية لأمة، ذاكرة الجمعية لأمة الإسلام من جهة والحجاز من جهة باعتبار البلد اللي حصل فيه الحدث. واليوم عندنا للإنصاف جماعات إسلامية مهمة في أوروبا وغير أوروبا وفي أمريكا بدأت تطالب وقدموا شكاوى دولية للنظر في هذا الأمر، والأمر ماشي بالاتجاه الصحيح دوليا، أكو ضغط دولي لإعادة النظر أنه لماذا هدمت هذه القبور وهذه رموز إسلامية مهمة. إيش قد ما تسوي هو أنت فعلاً لك قصور بالقضية. الآن موجود عملية استذكار وممكن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في هذا الموضوع، لكن هم يبقى الموضوع قاصر لو قرنا بأحداث
أو أمور أخرى تغطى بشكل أكبر. يعني العتبة العباسية المقدسة عملت على مدى سنين على إحياء فاجعة هدم قبور الأئمة عليهم السلام عبر العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة الشعبية والأدبية والإعلامية. كان الهدف من ورائها إحياء هذا اليوم الذي أريد تغييبه بهدم قبور الأئمة عليهم السلام. إذا يتحتم علينا أن نبذل جهداً خاصاً مع الأئمة الأطهار عليهم السلام، سواء كان في الكتابة والبحث والتأليف والتدقيق وبشتى المجالات، الجانب الفقهي إلى مجاله وإلى أطره، الجانب الثقافي، الجانب الفكري، وبحمد الله تعالى الآن المطابع متوفرة وتكون في خدمة الباحثين، والأمانة تتحمل هذا الموضوع إن شاء الله تعالى يكون عائقاً. لكن هل إثراء الفكري المطلوب من الأخوة الأجلاء حقيقة نحن نحرص على إخراجه واستنطاقه بحلة جديدة. يعني نستطيع أن نقول إنه العتبة العباسية كان لها الريادة في إنشاء أول موقع رسمي يعبر عن البقيع، وكأنه هناك عتبة لأئمة البقيع. موقع بقيع الغرقد هو أحد المواقع التابعة لشبكة الكفيلة العالمية. تبلورت فكرة تأسيس هذا الموقع بالضبط عام 1432 للهجرة، وبالتحديد الذكرى 88 لهدم قبور أئمة البقيع عليهم السلام. كان في حينها شعبة الإنترنت تابعة لقسم الشؤون الفكرية والثقافية فكرت أنه تخرج فد محتوى مغاير لإحياء هذه المناسبة. سمعت الآراء أنه ينطلق موقع إلكتروني تحت مسمى صريح بقيع الغرقد، بعد استقصاء ورصد لكافة ما نشر عن هذه المادة وعن الحادثة، الموقع اجى مغاير عن ما منشور وعن ما مطروح بالساحة الإعلامية وبالشبكة العنكبوتية. حرص الكادر الفني، والحمد لله أنا كنت موفق في هاي المسألة وهي من توفيقاته بالفضل، أن أكون أحد مؤسسي الموقع، وكتبت المادة النصية وحاولت أبوبها بنفس تبويب مواقع العتبات، وكأنه هناك عتبة. يعني 8 شوال 1432 أجري له افتتاح رسمي مهيب، في حينها حضور علمائي كان واسع، حضور أكاديمي، وهذا هو بحد ذاته يعني كان عمل مهم للعتبة العباسية وريادي في نفس الوقت. يعني موقع رسمي دي عتبة غير موجودة، اعتبار القبور موجودة أما العتبة غير موجودة. طبعاً وخصص احتفال افتتح به الموقع في وقتها، أقيم الحفل في صحن مرقد أبي الفضل العباس عليه السلام، عزز الفعاليات والأنشطة العزائية اللي قامتها العتبة العباسية في ذلك الوقت، والموقع الوحيد اللي سلط الضوء على هذه الحادثة وعلى كافة خلفياتها وبدون تحفظ. الموقع هو يندرج ضمن المواقع الموسوعية، يعني مو الأخبارية الصريحة، وإنما موقع موسوعي يسلط الضوء بالدرجة الأولى على حادثة الهدم الأولى وحادثة الهدم الأولى وما جرى عليها تباعا من ناحية تاريخية. كذلك يسلط الضوء على أئمة البقيع الأربعة عليهم أفضل الصلاة والسلام الموجودين والمدفونين، إضافة إلى يحتوي على مكتبة شاملة موسعة تخص كل إمام عليه السلام، يعني كل إمام مختص به. جمعت أمهات الكتب من المصادر الموثوقة والمصادر التي لا غبار عليها اللي تتحدث عن كل سيرة من سيرة الأئمة عليهم السلام. أثناء انطلاق الموقع كانت الفكرة أنه يبقى أبواب مفتوحة للمشاركة، من فتح باب التواصل وأن هذا هدف الموقع وتابع من العتبة العباسية اللي تتميز بمصداقيتها وتعاملها الصريح والموضوعي مع هيش مواضيع، قدرنا أنه نستقطب يعني عدد من المصورين اللي صوروا حديثا واللي عتهم أيضا أرشيف صوري قدروا يرفدون الموقع، والحمد لله رب والشكر يعني حصلنا على كم هائل من الصور، أغلبيتها يعني موجودة بالموقع بصورة حصرية. موقع بقيع الغرقد موقع إلكتروني يعد الأول من نوعه على مستوى العالم الإسلامي، افتتحته العتبة العباسية المقدسة في يوم الثلاثاء 6 شوال لسنة 1432 للهجرة، والموافق 9 حزيران لعام 2011 لإحياء ذكرى الفاجعة الأليمة وحفظ تراث أئمة البقيع عليهم السلام. حسب آخر الإحصائيات اللي هو الموقع أليكسا، باعتبار أنه الموقع يعني رقم دقيق يعني بالضبط ما عندي، بس الأعداد الزايد أيام مناسبات الأئمة عليهم السلام، مثلا ذكرى شهادة الإمام السجاد، ذكرى ولادة الإمام الباقر،
هذا يحرك الموقع يعني بحدود بالمناسبات يعني مو بالمعدل يعني بحدود 4000 إلى 4500 زائر فعلي يعني مسجل ضمن إحصائيات الموقع وقاعدة البيانات. أكو خطوات جادة أنه ننفتح على الوسط الأكاديمي على الوسط البحثي لعمل توأمة ما بين الجانب الحوزوي والجانب التاريخي مع الجانب الأكاديمي للخروج بفكرة جيدة ومغايرة عن ما موجود في الساحة. الحمد لله رب وشكر منذ انطلاقته ولحد هسه اللي احنا نحتفل إن شاء الله أو نحتفي بذكرى انطلاقه الثاني عشر، ذكرى الثاني عشر بالمناسبة الجاية. هو مو موقع جامد يعني وإنما صاحبه عدد من أعمال التطوير والتحديث. ونحن في الذكرى 12 لتأسيس الموقع نأمل من الله سبحانه وتعالى وبركة المولى بالفضل عباس عليه السلام أن نكون قد وفقنا بتسليط الضوء ولو بالشيء القليل واليسير على هذه الفاجعة وهذه المصيبة التي أحلت بالمؤمنين وبمحبي أتباع أهل البيت عليهم السلام. على الضفة الأخرى كان ثمة مؤتمرات ومهرجانات سنوية تعقد تحمل أسماء أئمة البقيع عليهم السلام. عمل على تنفيذها قسم الشؤون الفكرية في العتبة العباسية المقدسة بمشاركات عراقية وعربية ودولية، أحيت الذكرى وأغنت مكتبة أئمة آل البيت عليهم السلام بالدراسات والبحوث والمؤلفات. جميع ما يقام تخليد لذكرى على أئمة عليهم السلام هو إظهار لمظلوميتهم أولا وإظهار لدورهم الريادي والسياسي. حادثة هدم قبور أئمة البقيع حادثة وفاجعة ألمت بالمسلمين جميعا. بلا شك أن تسليط الضوء عن حياته سيتطرق الباحث والشاعر والحاضر إلى معرفة مدى الظلم والحيف الذي وقع على أئمة أهل البيت عليهم السلام من ضمنهم أئمة البقيع. عندنا مهرجان سنوي وعندنا استذكارات على مستوى مركز الكفيل الإنتاج الفني ومركز الخبري وغيرها من الجهات الإعلامية الموجودة في العتبة المقدسة لإظهار هذا الحدث المهم لتبقى الذاكرة التي حاول الآخرون محوها تبقى موجودة. نتكلم عن أئمة البقيع. الإمام الحسن عليه السلام انفرد له مؤتمر في صفر ومهرجان ولادة في شهر رمضان المبارك. الإمام زين العابدين عليه السلام اشترك مع الإمام الحسن عليه السلام في مهرجان ربيع الشهادة أو المؤتمرات التي تقام في ذكرى الولادات الشعبانية. الإمام جعفر الصادق عليه السلام تزامنت ولادته مع مولانا الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وتسلط الأضواء عن سيرته وعن مواقفه وعن تصديه لبعض الحركات التي ظهرت مدة إمامته. شو تريد القبر ما يرتفع على القاع والحد المقرر تدفن الحفرة من يعلى القبر ما يعلى لأي كان؟ أكو الحج بنظرهم يعتبر سفرة، أكو تدور لطيفة تريد تعثر بيه، وأكو تحس قبره صاير بالدرب عثرة. إذا سيد شباب الجنة قبره يصير قبري بمستوى وبموقع وكبره، إذا هذا اللي يزور المقبرة يحتار من يا قبر بيهن ياخذ العبرة. نظام الكون إذا يتساوى أي شيء بيه ما تختلف عندك حالة عن أخرى. لخصوصية مولانا الإمام الباقر عليه السلام انفرد مهرجان بذاته إلى تسليط الضوء عن شخصية الإمام الباقر باعتبار أن باقي الأئمة عليهم السلام والمعصومين تقام لهم المهرجانات والمؤتمرات. الإمام الباقر عليه السلام كانت المناسبات يعني نقول قليلة أو المؤتمرات لم تتكلم عن سيرتي، فارتأينا أن نفرد مهرجان باسم الإمام الباقر عليه السلام يتضمن إلقاء بحوث ودراسات فضلا عن المشاركات الشعرية وإقامة الجلسات البحثية والشعرية والقرآنية. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. في السنة الأولى للمهرجان كانت هنالك مسابقة لأفضل مؤلف بحق الإمام الباقر عليه السلام. استطاع قسم الشؤون الفكرية ولله الحمد أن يغني الساحة الأدبية والثقافية بعدة من العناوين لكتاب وباحثين من داخل البلد وخارج البلد. وجهت لي الدعوة أنا في تونس فلبيت مسرعا
أقول هذا ليس منا مني ولا فخرا، ولكن حمدا لله وشكرا له أن وفقني للحضور لهذا المؤتمر. دائما وأبدا أحمد الله سبحانه وتعالى أن يطيل في هذا العمر حتى أبلغ هذه الرسالة، الرسالة المحمدية التي تعلمتها من أهل بيت النبوة والعصمة الطاهرة. هناك حيث وجع الغرقد، ظلامة بضعة الرسول وعترته عليهم الصلاة والسلام، تمر سنون وتلد ألف فجر حزين، ومساءات وليل يطول على الظالمين، ومع أقدام كل زائر ودموع كل عاشق ينساب الدعاء والأنين، وبمجيء ذلك الضوء في كل يوم يتجدد الرفض ثورة وله بعد حين. الإمام في كل يوم هو عند قبر فاطمة عليه السلام مما لا شك فيه، والإمام تطوى له الأرض، وهذه من خصائص أولياء الله، فكل يوم هو عند قبر فاطمة، وكل يوم عند قبر الحسين وبقية المراقد والعتبات. أنا أجزم أن الإمام هو متألم لهذا الجو الذي يراه، هذا السلوك اللي أمامه، أن هذه القبور مهدمة، ولا يقر قرار للإمام صاحب الأمر والزمان إلى أن يخرج ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا تعاد تلك العتبات. معك يا سيدي، بيا كثر أنت يا صاحب الزمان وياك الكلام. غلا بقلوبنا كم دوب حدام، وحزننا يا بن حامل جار حدا يا مقبور اجدادك الطاغوت وتهدم، حدا يا عيام او سوا مثل قبر الزكية. وينك حاضر؟ تسعة وتسعون عاما مر، وما زال الرفض يتجدد عند كل عام، لم تخفت الأصوات المنددة والمستنكرة من هنا وهناك، ومعها تتعالى أصوات المطالبات الشعبية ببناء قبور الأئمة الأطهار عليهم السلام في بقيع الغرقد. يعني من تروح هناك وتشوف حجارة، تشوف الإمام السجاد سلام الله عليه، الإمام الباقر، من تشوفهم هناك حقيقة غصة ما تتحمل المنظر. والله حقيقة شعور محزن حقيقة، يعني نحن نرى أن قبر الإمام الحسين عليه السلام وقبر أبي الفضل العباس ومنارة أمير المؤمنين عليه السلام، ولا نرى قبر للإمام الحسن المجتبى، وهم ينابيع الحكمة والعلم، وتعظيم زيارتهم وبناء قبورهم هي من شعائر الله سبحانه وتعالى. هذا اليوم اللي يصير به قبب ذهبية للأئمة أئمة البقيع إن شاء الله قريب. حزن في قلوبنا، نذكرهم ونتباكى ونبكي ونطلب ونلتمس من الله أن يعجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. 8 شوال هجمت قبور أئمة البقيع صلوات الله عليهم، وهو استمرار لمظلومية الزهراء وأمير المؤمنين وأبنائهما. كل الأمل يحدونا بظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه الحجة بن الحسن ليعمر هذه القبور ليكون منارة للعالم كله. كل إنسان وكل مؤمن شيعي وتابع لولاية أمير المؤمنين عنده غصة، وهي الغصة بناء أئمة البقيع صلوات الله وسلامه. سنون طوال مرت ولم يزل الثامن من شوال جرحا محمديا دائم الأثر.